كان هناك واحد اللقاء البارح بأيت ملول، هذا اللقاء هذا اللي انضمته جمعية مربي دجاج اللحم بجهة سوس ماسة، وتلقينا واحد الدعوة من الرئيس ديال الفيدرالية، وحضرنا في الوقت المناسب، إلا أنه تم منعي كرئيس ديال الجمعية المغربية لحقوق المستهلك من حضور هذا اللقاء ودخول القاعة، رغم أنني تلقيت الدعوة من هذه الجمعية هذه. وهذا المنع هذا جاء من طرف رئيس واحد الشركة ديال الأعلاف وديال المفاقيس بجهة سوس ماسة. هذا المنع هذا على أساس ما خصش رئيس ديال الجمعية ديال حماية المستهلك يحضر معنا، وحتى الصحافة ما خصهمش يحضروا معنا، إلا أنه أخيرا تم الاتفاق باش يدخلوا الصحافة، ولكن رئيس الجمعية تم منعه من دخول القاعة. هاد الممثل ديال الشركة، يعني كان اللقاء غادي ينطلق مع الساعة الثالثة بعد الزوال، إلا أنه ما انطلق حتى الساعة السادسة، لأن كان هناك نقاش حاد بين هذه الشركة، بين ممثل هذه الشركة هذه والجمعية ديال مربي دجاج اللحم بسوس، حول حضور أو عدم حضور جمعية حماية المستهلك. وتم هذا اللقاء في واحد القاعة مغلقة، يعني نقاش مغلق. وفي الأخر تشبت هذا الممثل ديال الشركة، تشبت بالرأي ديالو، إما يحضر رأي جمعية حماية، إما نحضر أنا أو رأي جمعية حماية المستهلك. وفي الأخير تم انسحبت أنا من 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 هذا اللقاء هذا، لان كان هناك واحد بالنسبه للجمعيه ديال المربي دجاج اللحم بسوس، قالك اودي هذا السيد هذا راه الا جينا شدينا مع العكس راه غادي يغلي علينا، وراه غادي راه هذا الاتفاق بس زعما يرخص لنا شويه الفلوس وهذا. وللاشاره فهذه الشركه هي اللي مسيطره هنايا في جهه سوس ماسا، هي اللي مسيطره في، هي اللي تتبيع الفلوس الفركوس، وهي اللي تتبيع الاعلاف، هي اللي تدخل الاعلاف وتطحنهم، باش هذيك الاعلاف المركبه هي اللي تتبيع الفركوس، هي تتبيع الاعلاف، هي تتصدر، هي تتبيع البيض، وتقوم بتصدير الفركوس او الفلوس والبيض الى افريقيا. تنعرفوا بان هذه الشركه تضم مجموعه ديال الفروع ديالها على الصعيد الوطني اللي تابعه لها، ومن بينها هما هذه الشركه اللي كاين، الشركه اللي كاين هنا في ايت ملول اللي محتكره السوق فيما يخص بيع الفركوس وبيع الاعلاف المركبه، لان هي تستورد هذه الاعلاف. وتنعرفوا بان هذه الاعلاف اللي تستورد هي مدعمه من طرف الحكومه، لا من ناحيه الجمارك ولا من ناحيه الضريبه على لا تي فيا، من ناحيه الضريبه على القيمه المضافه، يعني تيستافدوا. كيف يعقل ان هذه الشركات كلهم مستفدين من الضريبه على القيمه، من تعليق الضريبه على القيمه المضافه، مستفدين من الجمارك، وباقي الاعلاف غاليه، رغم ان الدوله دخلت، ان الحكومه دخلت فيما يخص الاعلاف اللي تتسرق اكثر 90% اللي هي الصوجة والميس. هاد الاعلاف هادو راه انخفضوا ب 90%. كيف يعقل ان هاد الاعلاف هادو استفدوا من تخفيض ديال الاعلاف من طرف الحكومه وباقي الاعلاف غاليه؟ هاد الناس متحكمين، هما اللي تتحكموا في العرض والطلب ديال 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 الدجاج، وهما اللي تتحكموا. اولا تنعرفوا بانه الحكومه دايره واحد، الحكومه كانت دارت مع هاد الجمعيات، مع هاد الشركات، ان الفلوس او الفركوس ما خصوش يفوت 2 درهم حتى 2 درهم ونص باش يتباع، ودابا راه الفركوس وصل 10 درهم 11 درهم. علاش؟ لان هاد الشركه اللي تندويو عليها دابا راه هي المحكمه في السوق، هي اللي تتبيع، ما تتبيعش مباشرة لهاد الجمعيات ديال هاد الجمعية ديال مربي الدجاج، ما تتبيع لهمش، إنما كاين وسطاء، تتبيع الوسطاء بخمسة دراهم ستة دراهم للفركوس، عاد الوسطاء تيبيعوا لهاد مربي الدجاج بعشرة دراهم، راه وصل دابا حتى 11 درهم، والأعلاف كذلك راه وصلت واحد الثمن. إذن هاد الشركات هما اللي تيتحكموا في العرض والطلب، بيطلع الدجاج تيطلعوا، بيهبطوا، مع العلم أن هاد الشركة، أن هاد الجمعية ديال مربي دجاج اللحم راه ما عندهمش الحق باش يسمعطوهمش الحق باش يستوردوا هذا مباشره، وما عندهمش الحق بانهم باش يستافدوا من هذاك الدعم او تعليق الدعم ديال الفركوس مع الاعلاف. ممنوع لهم يستوردوا، هما الا بغاو يشريوهم عند الشركات اللي هما تتحكم. وهاد الشركه هذه مثلا نهار هاد مربي الدجاج تيبغي يبيعوا داك الدجاج ديالهم، الا كان عندهم الدجاج كثير وخرجوا للسوق، فهاد تينافسوهم هاد الشركات. الى هادوك داروا الدجاج مثلا
12 درهم، الاخرين تيديروا لهم 11 درهم ولا 10 درهم، باش هما اللي بايعين لهم الاعلاف، هما اللي بايعين لهم الفركوس، وهما اللي تينافسوهم في السوق. احنا غادي نجي نقولوا حريه الاسعار والمنافسه هي كاينه ديال القانون 114، تنعرفوا بانه في هذا الغلاء، هذا الغلاء ديال ارتفاع الاسعار ديال الدجاج، كاين 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 الى الدجاج دابا وصل 32 درهم في بعض المدن، وما عمرها كانت هذه. اذا هنايا مع العلم ان تكلفه الانتاج اللي دايرين هاد الشركات مع 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 الحكومه مع وزاره الفلاحه، ان تكلفه الانتاج ما خصهاش تفوت 8 درهم، ودابا راه فايته تكلفه الانتاج 18 درهم للكيلو، 18 درهم للكيلو تكلفه. يعني هاد مربي الدجاج بعض المرات تيشري تتوصل عليه تكلفه 18 درهم، وتبيع تبيع باقل ثمن اقل. هنا المواطن او المستهلك المغربي ما خصوش يمشي، ما خصوش يتكلم على هاد الناس ديال اللي تيبيعوا الدجاج دابا، هادو راه غير تيشري وتتبقى ليه واحد درهم حتى جوج درهم في الكيلو. اللي مسيطر على السوق والعرض والطلب هما هاد الشركات الكبرى، وهما اللي خاصهم ينقصوا. اذا هنايا باقي الدور هنا ديال الحكومه، حتى يكون مثلا ان هاد الغلاء ديال الدجاج وصل 32 درهم و30 درهم، فخاص الحكومه طبقا للقانون 114 خاص الحكومه تدخل اللي تسقيف الاسعار، راه عندها الحق. الماده 3 و4، الماده 4 3 و4 تعطي للحكومه باش تدخل في تسقيف الاسعار باستشاره مع مجلس المنافسه اللي تعطيها لوكي انها تسقف الاسعار ولمده ديال 6 شهور قابله للتمديد واحد المره واحده. اذا هنا الحكومه ما تدخلتش، وزارة الفلاحة ما دخلتش، الأثمنة لازالت هي وباقي غير في ارتفاع، بحيث أن هاد الناس هاد الشركات هاد استغلوا العطلة الصيفية واستغلوا الأعراس والأفراح باش يطلعوا من الثمن ديال ديال الدجاج، وراهم طلعوا راه غادي تفوت هاد المدة تفوت هاد المناسبات هادي، وراه غتصيب ثاني الدجاج أنه نزل لواحد المستوى ديالو قياسي. هما دابا استغلوا قالوا بانه الافراح والمناسبات كاينه دابا، راه نطلعوا راه هذا هما اللي تيتحكموا في العرض والطلب، وليس مربي دجاج اللحم هما اللي تيتحكموا. اذا هنا بغينا التدخل ديال الحكومه باش انها تدخل وتقوم بتسقيف الاسعار، حتى وتكون هناك اللي بغينا تكون هنا، تكون هناك واحد المنافسه شريفه، ما يكونش هنا احتكار من طرف هاد الشركات العملاقه، هاد اللوبيات اللي تيتحكموا في السوق ديال الدجاج، هاد اللوبيات اللي بعض المرات الا صابوا الدجاج كثر تيمشيو تيقتلوا داك الفركوس، تيحيدوا ما تيدخل للسوق، تيتم القتل ديال هذاك الفركوس باش ما يكونش الدجاج، وباش يطلع لواحد المستوى ديالو اللي هو اللي تنعرفوه دابا. اذا هنا اللي بغينا هنايا هو 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 ان هاد الشركات هادو قلنا خاصها ان هاد الحكومه خاصها تدخل لتحديد الاسعار، لان في هاد الظرف الراهن ان تنعرفوا بان لحم الدجاج هو الاكله ديال الفقراء، وكيف يعقل الناس هربوا من اللحم؟ اللي وصلت اللحم دابا الثمن ديالها 130 140، اللحم ديال البقري راه وصلت في طنجه 180 درهم، واللحم والدجاج وصل 32. اذا الناس هربوا من اللحم ما قدروش عليه، جاوا الدجاج، ملي جاوا الدجاج لقاوه حتى هو غالي. اذا كيف يعقل اش غادي ياكل هاد المساك؟ مشاو للحوت لقاوه غالي. اذا هنا اش قالوا برا غادي نشوفوا نديو اللحم، ولكن لقاو جاو تيلقاو بان اللحم وصل لمستويات عاليه. اذا هنايا هنا محاربه، هنا خاصنا نحاربوا هاد الناس هادو، وخاص تدخل ديال الحكومه باش نحاربوا هاد تجار المناسبات اللي يستغلوا المناسبات باش يربحوا على جيوب المستهلك المغربي.